هنا نبدأ نهارك زملكاوي، وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق برئاسة طبعا بعثة الفريق الأول لكرة القدم، واللي هتسافر لغانا بكرة الخميس علشان طبعا مباراة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية اللي هتكون يوم الحد الموافق 28 إبريل الجاري. أكيد بنتمنى لهم فيها كل التوفيق. واستقر مجلس الإدارة على سفر البعثة بطيارة خاصة لتوفير طبعا كافة سبل الراحة للفريق قبل المواجهة المرتقبة. امبارح كمان خاض لاعبو الفريق فقرة بدنية خاصة خلال الميران استعدادا طبعا للقاء جيمز الغاني في اياب الدور النصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة الفريق، واللي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب طبعا فقرة بالكرة من أجل يعني تجهيز اللاعبين بدنيا للمباراة المقبلة أمام بطل غانا. ولسه متواصلين في اخبار الزمالك، وانتظم احمد مصطفى زيزو وعمر جابر ثنائي الفريق في التدريبات الجماعيه خلال ميران امبارح، كان طبعا يوم الثلاث، على ملعب النادي. وكان زيزو بيعاني من اصابه في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب، وتماثل طبعا الشفاء وشارك بصوره طبيعيه في ميران امبارح. اما عن عمر جابر كان بيعاني من اصابه بشد في العضله الضمه مما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق قبل طبعا ان ينتظم في ميران امبارح. واكيد اكيد يعني الاثنين يعني يفرقوا معانا بشكل كبير جدا، وبيفرقوا مع الفريق بشكل كبير جدا، وان شاء الله يعني نشوفهم في المباراه القادمه وتكون مباراه مميزه ان شاء الله. بنتمنى لهم فيهم كل التوفيق. أنهى امبارح أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي اللي خضع ليه بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها بالشد في العضلة الخلفية. ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للزمالك النهاردة الأربع بصورة طبيعية استعدادا لمباراة جيمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. مستمرين في الأخبار، وقال الدكتور محمد أسامة طبعا رئيس الجهاز الطبي للفريق إن نتيجة الأشعة اللي خضع عليها محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك جاءت مطمئنة. وشدد رئيس الجهاز الطبي على إن اللاعب بس بيعاني من آلام أسفل الظهر، وإن هو هيكون موجود مع الفريق في مباراة جيمز الغاني المقبلة في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وطبعا ده أمر مهم جدا جدا، ويعني كنا أكدناه امبارح، طبعا تواجد عواد يا جماعة شيء مهم جدا مع الفريق، وبنشكر الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على المجهود المبذول لتجهيز جميع اللاعبين قبل المباراة المهمة والمرتقبة دي. طبعا خلونا بقى نختم أخبار الزمالك، وكشف دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عن معاناة محمد صبحي حارس طبعا المرمى من الإصابة بمزق في العضلة الضمة. وأوضح كمان رئيس الجهاز الطبي إن الحارس تحامل على نفسه وتواجد في مقاعد البدلاء خلال مباراة جيمز الغاني اللي فاتت في ذهاب طبعا دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من أجل مصلحة الفريق. وبكده فبشكل مؤقت ممكن محمد صبحي يعني يكون خارج حسابات الجهاز الفني لمواجهة جيمز الغاني المقبلة لعدم طبعا الجاهزية الطبية. بنتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله.